ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، بتعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وأيضا هي حليف استراتيجي لمصر، والعلاقة القائمة بينهما علاقة على قائمة على التعاون المشترك والمصالح المتبادلة. كيف تقرأ العلاقات المصرية الصينية اقتصاديا وتطورها؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد العلاقة ما بين مصر والصين هي علاقة تاريخية. مصر من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الصين الشعبية. التاريخ بيشهد على حالة التقارب الشديد ما بين الشعبين، الشعب المصري والشعب الصيني. المنتجات الصينية موجودة في المنازل المصرية وبيثق فيها المستهلك المصري، وبتقدم له منتج ذو جودة مقابل سعر جيدة جدا. هذا الأمر اللي بيتم التعبير عنه كليا بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 15.7 مليار دولار عام 2023، بيعبر عن يعني حجم كبير من التعاون. ولكن أتصور أن طموح الدولة المصرية وطموح الصين هو أكبر من ذلك، بأن تكون العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين أكبر من ذلك بكثير. يمكن زيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفته، يمكن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين باعتبارها الضمانة الأساسية لزيادة حجم التعاون، والضمانة الأساسية لاستخدام العملات المحلية في إطار تكتل بريكس. الاستثمارات الصينية موجودة في مصر قدرت بحوالي 8 مليار دولار لأكثر من 2600 شركة، حجم جيد، ولكن أيضا الطموح طموح أكبر. هذه الزيارة على وجه التحديد ولقاءات السيد الرئيس مع رؤساء كبريات الشركات الصينية، أتوقع أن هو هيكون له نتائج كبيرة جدا. دائما ما يكون للدبلوماسية الرئاسية دور كبير في جذب الاستثمارات إلى مصر. مصر أصبحت مهيئة لجذب استثمارات كثيرة في الكثير من المناطق، في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في المناطق الاقتصادية المختلفة في مصر. الصين لديها استثمارات ولديها وجود كبير، لديها وجود في مشروعات بيتابعها المواطن المصري ويعايشها. بنتابع الوجود الصيني في الأبراج الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، في القطار الذي يربط ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، في مدينة المنسوجات اللي بيتم إنشائها في مدينة السادات، في مؤخرا تم افتتاح مجمع هاير للصناعات التكنولوجية والخاصة بالأدوات المنزلية وغيرها. أيضا هناك منطقة تيدا الصينية. الصين بتشارك في محطة بنبان للطاقة الشمسية من خلال جانب من هذه المحطة. حقيقة المشروعات الصينية موجودة، يبقى يعني بالتالي فعندما نتحدث عن العلاقات بنجد استثمارات حكومية كبرى ووجود للمنتجات الصينية في المنازل المصرية وعلاقات طيبة ما بين الشعوب. أيضا على مستوى المستثمرين بنتابع الوجود حجم استثمار بيصدره المستثمرين المصريين إلى الصين. المستثمرين المصريين بيصدروا القطن والأغذية المختلفة، الألياف النسيجية، الجلود، النحاس بأنواعه ومصنوعاته، الألمنيوم أيضا والمصنوعات الحجرية. كل ذلك بيتم تصديره إلى الصين من خلال مستثمرين محليين. مصر بتستورد من الصين الأجهزة الكهربائية والآلات بأنواعها، السيارات، المنتجات الكيميائية، الجرارات، الدراجات. الحقيقة تركيبة أيضا تركيبة متنوعة ومتكاملة ما بين الواردات والصادرات اللي بيتم تبادلها ما بين مصر والصين، مما يعبر عن علاقات راسخة وأفق متكامل يسمح بمضاعفة العلاقات الاقتصادية، سواء من خلال أطر الاتفاقات الثنائية أو من خلال تكتل بريكس أو من خلال المجموعات الاقتصادية اللي بتشترك فيها مصر مع الصين، في ظل علاقات جيدة جدا ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني، وفي إطار من الزيارات المتبادلة للمسؤولين ما بين البلدين على كافة المستويات.
نعم، بالطبع هناك فكر جديد للقيادة السياسية في العلاقات المصرية والصينية تجاريا واستثماريا بأنها لا تكون فقط مقتصرة على الواردات والصادرات المصرية الصينية، ولكن فكرة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر واستيعاب أكبر قدر ممكن من التطور التكنولوجي أولا بأول لتكون مصر يعني في مصاف الدول الصناعية الكبرى. كيف تقرأ هذا الاهتمام المصري بتوطين التكنولوجيا والصناعة في مصر؟ خليني أقول لحضرتك أن توطين التكنولوجيا مصر بدأته من الأساس من خلال مجموعة من الاتفاقات اللي بتسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق جديدة ومختلفة. مصر لديها اتفاقات بنفاذ المنتجات المصنعة في مصر عن طريق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، عن طريق الكوميسا الإفريقي. مصر لديها اتفاقات تجارة حرة مع الدول العربية ومع الاتحاد الأوروبي. كل هذه الاتفاقات بتسمح للصناعات المصرية بالنفاذ. هذا النفاذ هو الحافز الأول للمستثمرين الصينيين بنقل التكنولوجيا وبنقل مراحل الإنتاج في مصر. بالتالي فإن مصر بما تتمتع به من موقع يجعلها بوابة لإفريقيا وبوابة للدول العربية، وبما تتمتع به المنتجات المصرية المصنعة في مصر بالنفاذ، وبما تقدمه مصر من حوافز وضمانات للمستثمرين، بما فيها التهيئة الكبيرة لمناخ الاستثمار في مصر الذي حدث خلال السنوات الماضية، كل هذه الأمور يحملها الجانب المصري إلى المستثمر الصيني ليكون هناك تواصل، ليكون هناك تعريف بهذه المزايا التي يستفيد منها المستثمر الصيني من خلال وجوده في مصر بصورة تؤدي إلى تشجيعه على دخول السوق المصرية. كيف تقيم ما بين السطور اهتمام القيادة المصرية والزيارات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا إلى الصين في العديد من الزيارات، تلبية على سبيل المثال لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أو على مثلا حضور منتديات كبرى مثل البريكس أو قمم التعاون العربي الإفريقي الصيني وأيضا منتدى الحزام وطريق؟ كيف تقيم هذا النشاط بين مصر والصين في التحرك الاقتصادي والاستثماري والتجاري؟ هو طبعا الاهتمام الصيني بمصر ده إن عبر عن شيء، فهو بيعبر عن قيمة مصر وبيعبر عن المكانة الحقيقية التي بتكتسبها مصر وبيكتسبها الاقتصاد القومي مهما كانت التحديات. يعني أنا عايز أقول إذا كان الاقتصاد المصري يواجه تحديات، فالاقتصاد الصيني أيضا والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربي يواجهون جميعا تحديات. هذه التحديات تحتاج إلى التعاون المشترك. حجم الاقتصاد المصري الكبير وأفقه المتوقع له النمو المستدام هو ما يؤسس على فكرة اهتمام الصين بوجودها في مصر، كما أن هذا التعاون وهذه اللقاءات بتعبر عن حكمة القيادة المصرية وإدارتها لعملية تعاون متوازن ما بين الشرق والغرب. فالدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمد يدها شرقا وغربا، وهي منفتحة على الجميع. لديها تعاون كبير مع الغرب، ولديها تعاون أيضا كبير مع الشرق، لديها تعاون كبير مع الصين، ولديها تعاون كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التفاهم الغربي والتفاهم الشرقي الذي يبرز قيمة مصر يبرز أيضا مدى جودة السياسات وتوازن السياسة الخارجية المصرية وإدارتها للملف الاقتصادي بصورة متوازنة ومتشابكة، يجعل مصر لها تشابكات اقتصادية مع الجميع بما يحقق المصالح لكافة الأطراف. نعم، الزيارة أيضا ستشمل حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. ما هو المتوقع من هذا المنتدى، خصوصا أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية والكثير من المنتديات التي تجمع بين الصين والعرب؟ هي أهمية المنتديات في أنها بتجمع المسؤولين الحكوميين مع رجال الأعمال. فوجود وجود رجال الأعمال ووجود الأطراف المشتركة وخلق التعاون المشترك، يعني إذا كان إن هناك
تعاون ما بين مصر والصين، الا ان ايضا التعاون الثلاثي، قد يكون هناك تعاون ثلاثي ما بين مصر والصين ودول عربيه. فتكامل عمليات التعاون ده شيء مهم جدا، وتعاصر الزياره مع انعقاد المؤتمر ده بيعبر عن جوده في التخطيط الدبلوماسي، بان يتم الاستفاده من الزخم الذي تحدثه تلك الزياره من خلال اجراءات تنفيذيه على ارض الواقع، يعني يتم الوصول اليها من خلال المنتدى ومن خلال اللقاءات الثنائيه ومن خلال ما تم التحضير له قبل الزياره. نعم الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.